يقول انتشر الفترة الأخيرة منتشرة ظهر الفترة الأخيرة أن بعض المسلمات يتزوجن من كفار. هذا يعني لا يجوز قطعا, هذا ليس بزواج, هذا زنا ليس بزواج. الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لا يجوز تزويج المشرك, وإذا تزوجت المسلمة المشرك فقد وقعت في الزنا, لأن هذا ليس بزواج, هذا زنا. فلا يجوز أن تتزوج المسلمة غير المسلم, وإذا فعلت ذلك فهذا ليس بزواج. أي نعم.